مشاهدينا رح نبلش اول شيء على الكوع. اهم شيء مشاهدينا يكون الكوع تحت الكتف، الظهر مستقيم، الهيب او الحوض لجوا، واجري يكونوا ممدودين جالسين حد بعضه. من هون ناخذ هالوضعيه 30 ثانيه ل 60 ثانيه. الايدين فيهم يكونوا مجموعين مع بعض او فيهم يكونوا هيك، بس اهم شيء يكون الكوع تحت مستوى الكتف. اذا بدكم تهينوها مشاهدينا فيكم تفتحوا اجريكم شوي، بس عشرت انه كمان الحوض يكون لجوا. من هون مشاهدينا حفتح اجري اليمين على جنبي وسكرها، بفتح الشمال وبسكرها، اثنين شمال يمين، ثلاثة أربعة شمال، خمسة ستة سبعة تسعة، مرتين بعد. بعدنا هون مشاهدينا رح نفتح الإجرتين مع بعض ونسكرهم على بعض، واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة، خمس مرات. وآخر مرة بنكون خلصنا هيدا الحركة. اوكي، من هون مشاهدينا رح ابرم عملية الشمال، ارجع ابرم عملية اليمين. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، مرتين بعد ونرتاح. التمرين الرابع مشاهدينا، اكيد بهذا الوقت انتم غير انكم عم تحسوا عم تشغلوا الكور تبعكم او عضلات المعده، كمان عضلات الايدين وعضلات الارجل كمان عم بيشتغلوا بذات الوقت. التمرين التالي رح نكون واضعين ايدينا تحت الكتاف. اهم شيء مشاهدينا بهذا التمرين هو ذاته، بدل ما اكون على الكوع عم كون على ايدي، اهم شيء بفتح كواعي لبرا، واهم شيء ظهري بده يكون مستقيم من راس القدم لراسي. من هون رح كون بهيدا الشكل والكواع لبرا. اكيد مشاهدينا انتم بالبيت فيكم تعايروا الساعه، تقعدوا الوقت او تتحدوا حالكم تشوفوا قد ايه بتضاينوا بهيدا البوزيشن. مثل ما معروف انه من اصعب التمارين الرياضيه البلانك، لانه كمان بدها انديورنس او قدرة تحمل الجسد والنفس. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ونرتاح. من هون مشاهدينا رح نقوم بالبلانك السايد بلانك او البلانك الجانبية. من هون كمان مشاهدينا الكوع بده يكون تحت الكتف، اجري بده يكونوا الايند، يعني الفيت الهيب والشولدر بده يكونوا على ذات الخط، او الاجر الحوض او الورك والكتف بده يكونوا على نفس الخط والمستوى. اهم شيء بس بدي اطلع بجسمي لفوق، خلي الهيب تبعي لفوق، يعني بدي خلي الورك لفوق. من هون بطلع بعمل واحد بده يكون لهون، بعلي الهيب تبعي لفوق، خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. من هون بعلي ايدي، بنعلي الاجر، خمسة أربعة ثلاثة اثنين، وبننزل نرتاح. ننقل لتاني جهة،
كمان مشاهدينا قبضة الإيد محكمة ومسكرة، الكوع تحت الكتف، جسمي كله جالس من هون، بعلي الحوض تبعي من هيدا بدفشه لفوق، إيدي هون. إذا انقطع شوي نفسي على الهواء سامحوني مشاهدينا، بس هيدا التمرين صعب، إني أعمل وأحكي كثير صعب. من هون بعلي إيدي لفوق وبفتح إجري، خمسة أربعة ثلاثة اثنين، وبننزل نرتاح. هلا في عنا الستار فيش بلانك، يعني رح يكونوا ايدينا واسعين واجرينا واسعين بهيدا الشكل. ايدينا لقدام خمسة أربعة اثنين، ننزل نرتاح. رح نرجع ناخد مثل ما أول ما بلشنا بالحلقة البلانك على الكوي، بس من هون رح نطلع لفوق إيدينا، نرجع ننزل على الكوع. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست مرات. ثلاثة وآخر مرة. رح ننزل نرتاح شوي مشاهدينا، إذا بتحبوا تصعبوا شوي هيدي الحركة، مثل ما لاحظتوا نحن كنا عم نطلع من كوع اليمين على ايد اليمين، بنرجع ننزل على كوع اليمين، بيرجع كوع الشمال، نرجع نطلع على اليمين. إذا بدكم تصعبوها أكثر مشاهدينا، إذا طلعتوا على ايد اليمين ونزلتوا، بترجع بتطلعوا على ثاني جهة، هيك بتكونوا زدتوا التحدي وزدتوا صعوبة التمرين. لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بعرف شوي ثقيلة إنكم بلشوا تتعودوا على هيدا التمارين، بس جربوهم مع الوقت ومع البراتيك أو مع القيام بهيدي التمارين بشكل متكرر، توصلوا لتقوى الكور تبعكم ويزيد النفس تبعكم. أنا بودعكم مشاهدينا، بنشوفكم.